مشكلات كبيرة ومهمة. العراق عضو في غرفة التجارة الدولية بعد عقود من الانتظار، فما الامتيازات التي سيحصل عليها؟ بانضمامه أصبح العراق ضمن مجتمع اقتصادي يضم 45 مليون شركة في 170 دولة، ما يتيح له التعاون الاقتصادي عبر إبرام عقود مع الشركات الأجنبية بمختلف الاختصاصات. والعراق أصبح جزء من منظومة عالمية، خاصة من دخل السوق الحرة، فلا بد أنه يكون ضمن المؤسسات الدولية. ولذلك قبل الاحتلال كان العراق حريص على أن ينتسب إلى هذه المنظومة باعتبارها توسع الأفق التجاري للعراق. المكسب الآخر في وجود غرفة تجارة دولية في العراق هو إنشاء محكمة تابعة لغرفة التجارة الدولية، تكون الحكم في حال وجود أي إخلال في العقود المبرمة بين الشركات الأجنبية والقطاع الخاص والعام محليا، ما يعني أن وجود لجنة تحكيمية دولية تختص بالنظر في العقود الاقتصادية داخل العراق ستزيد من وجود المستثمرين الأجانب. بينما محاكم غرف التجارة أو يعني دوائر التحكيم الأربيتريشن كما يسمى باللغة الإنجليزية، حقيقة هذه تختصر المسافات، تختصر الزمن، وبالنتيجة تعطي ثقة لهذه الشركات أن تأتي إلى العراق وأن تكون يعني هناك فسحة من الأمل. أنا تقديري لربما تساعد في استقدام شركات استثمارية وحتى شركات مقاولات عالمية ذات مستوى عالي أن تعمل في العراق بشكل عام. من تطوير هذا الجانب وتهيئة البيئة، شراكة حقيقية بين الاقتصاد المحلي والدولي وفتح لفرص استثمار أجنبي في البلاد، هذا ما ستتيحه غرفة التجارة الدولية في العراق. من بغداد أحمد مؤيد، يو تي في.